أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تواصل التنسيق والتعاون في إطار العلاقات البحرينية الأمريكية التاريخية التي تحظى بالاهتمام والرعاية من قادة البلدين الصديقين، ما يسهم في التعامل مع مختلف قضايا المنطقة ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة كافة أشكال الإرهاب والتطرف. جاء ذلك خلال لقاء سموه مع سعادة السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي بمبنى البنتاغون، حيث تم عزف السلمين الوطنيين البحريني والأمريكي لدى وصول سموه. وبحث اللقاء عدة موضوعات متعلقة بالتعاون والتنسيق الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، وأبدى الجانبان رغبتهما في زيادة آفاق التعاون الثنائي في مجالات أرحب، كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالأمن واستقرار الشرق الأوسط والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار فيه والتنسيق مع دول العالم والمنظمات الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى. كما شهد سموه مع وزير الدفاع الأمريكي أثناء اللقاء مراسم التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وقعها من الجانب البحريني مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين.